الحاجة الوحيدة اللي بقات فيها هي أن 16 واحد ماتوا وسلطة ومجتمع المدني وكل شيء ما دار حتى شيء تصرف، يعني غير يبين باللي أن هاد الموتى، يعني هاد الأشخاص اللي ماتوا يعني بقوا فيهم ولا يعني كاين شي رحمة في قلبهم ولا يعني بينوا على يعني الواجب ديالهم، يعني اللي هو واجب عليهم ينقذوا الضحايا ويديروا إجراءات يعني أمنية باش يحافظوا على الحياة ديال الساكنة، ولكن للأسف هذا الشيء كامل ما شفنا حتى حاجة منه، ابتداء من الجماعة، من والي جهة قلميم، من البلديات، من الجماعات، من البشويات، من أي حاجة لها علاقة بالسلطة ما شفنا منها والو، لا من الدرك الملكي، لا من البوليس، لا من حتى حاجة. يعني أربعة الأشخاص من الوقاية المدنية، يعني شوف أنت، يعني الوقاية المدنية كيقول فيها شحال من واحد، أربعة الأشخاص اللي كانوا نهار 24 بالضبط جاو باش زعما يجلدوا الأشخاص اللي كاينين تما، وشوف أنت 16 واحد وفي الوقاية المدنية، كاينين أربعة الناس، يعني كيفاش هاد 16 واحد كيفاش غادي ينقذوهم أربعة الناس؟ يعني شي حاجة انكخويابل، شي حاجة ما غاديش تدخل لك العقل. الحاجة الأخرى اللي بغيت نقول، علاش هاد السلطة ما تدخلاتش، يعني علاش ما دارتش واجبها، علاش ما نقذاتش لنا سميتو؟ إيه عرفناهم غارقين، عرفناهم ميتين، عرفناهم علاش فوتوا 48 ساعة في الواد؟ علاش؟ وكنهضر ورسالة أخرى كنوجهها لدوك الشياطين، دوك الشياطين اللي نهبوا هاد الضحايا وخضعوا ليهم كامل ذهبهم وكل شيء، داكشي اللي كان معاهم. ورساله اخرى كنوجهها لدوك العيالات، عيالات بوزكرن بالخصوص، اللي مشاو فاش هزوهم من الواد مشاو كيقلبوا على الذهب، واش حنا في الذهب ولا في الناس اللي ماتوا؟ واش ما كتحسوش بينا؟ حرام عليكم واش ما كتحسوش بينا؟ وعلاش الدرك الملكي جا هذاك اللي جا منهم، يعني راجل خالتي علاش جا وداو فاش جبدوه من المادة ونيشان داونيشان باش يديروا معاه السجوة، باش يديروا معاه تحقيق؟ واش ما كاينش رحمة في قلبكم؟ واش ما كاينش شفقة؟ اليوم داو للسبيطار اليوم، يعني شوف الراجل نجا من الموت بأعجوبة وداو كيسولوا فيه، واش هادشي زعما معقول؟ واش هادشي هو الواجب؟ واش هادشي هي الأخلاق؟ واش هادشي اللي قراوكم؟ واش هادشي باش شديتوا دوك المناصب؟ على ود هادشي بيتو دخلوا تما؟ وكنهضر بالخصوص خاصة كنهضر على الرئيس جماعة تيمونيل، كنهضر معاك، فينا هو التدخل ديالك السي أضمين؟ فينا هي المساعدات ديالك السي أضمين؟ فينا هو الواجب ديالك خدام هادشي اللي طرا في العائلات؟ وإذا كان الأمر ما كيخصش العائلة ديالك صافي، إلا كان داكشي ماشي من ما عندوش علاقة بعائلة أضمين صافي، غادي تشد يديك وغادي دير هكا وتفرج فينا؟ واش هادشي اللي قريته السي أضمين؟ واش هادشي هو اللي عندك ديرو؟ ويا حسرة زعما الناس وقاريين وواعيين، واش هادشي هي الثقافة عندكم؟ واش هذا هو التطور الفكري عندكم المسؤولين؟ والي جهة قلميم السمار كنوجه لك واحد الرسالة وكنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ودسي الوالي. اش غنقول لك؟ مشاو العائلات كاملين، 16 واحد مشات وانت ما درتي لا انذار لا اون ميساج، ما بغيناش تليفون، ميساج وقف اسيدي طرقان وقول الطريق مقطوعه، اون لافته دير لافته هنا راه طريق مقطوعه راه الواد دايز. وحاجه اخرى، واش عمرك شتي شي واد سي الوالي شي واد دايز فوق الشنطي؟ وزعما هادشي درتي بالعاني باش تقتل الناس باش تهنا منهم باش تبقى بوحدك ولا شنو؟ السلطه الحكومه اش هادشي؟ اش هادشي كيوقع فينا؟ خمسة الاشخاص مشاو ليا في خضره وحده من عائلتي، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، والله هادشي اللي عندي نقوله.